جدا بوجودي هون بيناتكم، خاصة في هاي المدينة المقاتلة بشراسة، المدينة الثائرة قفصة، المدينة اللي عرفتني على الظلم الواقع في تونس وعلى الإجحاف في حق التونسيين. تعرفت على كل ما يحدث في هاي البلاد من خلال أحداث وقضية الحوض المنجمي. أنا المزبوط كتير هيك حاسة في فرح كتير كبير، طلعت هيك من العرض وأنا حاسة حالي مليانة، يعني مليانة بالطاقة وبتفاعل الناس. يمكن أنت شفت كيف الجمهور كان متفاعل جدا مع الأغاني ومع كل رسالة بتحملها كل أغنية. جمهور بجنن وبلد جميل جدا، وسعيدة جدا إنه بالآخر قدرت أجي على قفصة وقدرت أغني هون. زي ما حكيت في بداية الأمسي إنه قفصة هي البلد اللي كشفت لي شو عم بيصير بتونس من قمع، ومن يعني إنه بلد بيعاني من قمع ومن ظلم الحاكم. فكنت من زمان حابة إني أجي، وهي أجت الفرصة وأخيراً أصل لهون وأغني للناس. في ريم البنا. إيش رأيك في ريم البنا؟ سمح لعبت لك، جيت اليوم باش تكتشفها وتشوفها هي سمحة. لا عجبتني برشا، والأكثرية مشي كيف عم نول فما برشا دزين وراك وكل شيء. اليوم مع ريم البنا كنت أقرب ما يكون من الشعب الفلسطيني الكادح، سيرتو في اللي قاعد يصير توا في غزة. فريمون خلتنا نحتكوا أكثر ما يمكن بالشعب ونحسوا أكثر ما يمكن بالقضية الفلسطينية واللي قاعد يصير في العالم العربي بصفة عام. سارة عبد العظيم عبد الحق، طفلة فلسطينية استشهدت على يد قناص إسرائيلي بطلقة في جبهتها في العام 2000. لو كانت سارة موجودة بيناتنا كان عمرها 16 سنة. أحب أرفع هاي الأغنية إلى روح سارة عبد العظيم عبد الحق. أول إشي أنقل الصوت الفلسطيني، يعني صوت من لا صوت لهم، يعني صوت الناس اللي كل العالم صامت أمام كل الجرائم والوجع اللي عم بيشوفوه. حبيت أوصل صوت فلسطين، صوت الإنسان الفلسطيني، وكمان حبيت أقول إنه الغناء والموسيقى والفنون هي كمان نوع من أنواع المقاومة. العدو الصهيوني كل على مر التاريخ بحاول يقمعنا، بحاول يعني يسرق منا كل شيء نملكه، إن كان تراثنا، لغتنا، حبنا للحياة. فلا إحنا قادرين رغم الوجع المفجع، يعني والوضع الكارثي اللي عم بيصير، بس إحنا قادرين إنه نوقف ونغني ونقول، نعبر عن صوتنا أو نعبر عن مواقفنا كمان. فكتير سعيد إنه قدرت على الأقل اليوم، بتأمل إنه أكون يعني وصلت هالرسالة للناس. بس أنا حسيت بتفاعل إنه كان في هيك، كان في إشي واصلهم يعني من اللي قدمته. تدرج أولى خطواتها من تراب فلسطين، وكانت ضحكتها تغطي
الحقيقة هي سهرة حلوة مع الأغاني الملتزمة بتاع ريم البنا. أنا في الحقيقة نعرف أغانيها قبل بكل، أما استمتعت الحقيقة الليلة. اليوم ريم البنا أبار أني عرضت عرض للترفيه عن النفس، عملت مزية كبيرة ياسر على الشعب، على جمهور قفصة، في كونها أعطته فرصة في ترقية الذوق متاعه من أنه يعود يسمع أغاني ملتزمة، وتعطتنا فرصة فريمون فرصة بها ياسر في كونه الإنسان يحس بقضية، يحس بمعاناة شعب، يحس بمأساة شعب من خلال معناها أمسية كما هكا فريمون أعطاه الصحة، حاجة بها ياسر. الحضور أبهرني الليلة بصراحة، ومعناها تأكدت اللي معناها جمهور في قفصة هو في حاجة لأغاني ملتزمة حقيقية، معناها خاصة أنها الأغاني معناها بتاع ريم هي أغاني معناها عندها طابع ثوري، أغاني معناها تأدي معنى، عندها كما نقولوا سوجي معناها معين، معناها تحكي على المقاومة الفلسطينية، على جراح معناها أطفال غزة ونساء غزة معناها، فنحن في حاجة كل مرة بصراحة هذه الأغاني. بدي أقول بس يعني إنه بتمنى إنه يعني يزول الإحباط اللي أنا بشوفه قاعدة في نفوس التونسيين. بنفعش هيك، بنفعش تضل هذا الإحباط. آخر فترة كتير كنت أشوف هذا الإحباط اللي وجعني، يعني أنا مش متعودك أشوف توانسة. بعرف إنه يمكن صار في خذلان، كان في توقعات من جهات المفروض تكون نظيفة ومناضلة خذلتهم، بس هذا لا يعني إنه الثورة تنتهي هون يعني ونوقف ونحزن ونعلن حدادنا، لا لازم يجب النهوض والاستمرار يعني والعودة إلى الشارع يمكن.